السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. في فيديو سابق شرحنا اسهل طريقة التعديل على ملفات PDF بدون مشاكل وباحترافية ومجانا وبدون برامج. اذا تريد رابط الفيديو راح بتحصله في الزاوية، تشوف الفيديو في الزاوية بتحصل كلمة اي، اضغط عليها بتحصل الشرح هنا. اضغط على الشرح وشوف الفيديو طريقة التعديل على ملفات PDF. في هذا الفيديو بشرح لك طريقة، اربع طرق لتحويل الملفات من PDF الى وورد. اوكي، طبعا راح بشرح لك طريقة واحد، اما باقي الطرق الثلاثة الاخرى راح بتحصل الشرح في الديسكريبشن في التدوينة الموقع الخاص بي. حتى ما اطول عليكم في الفيديو نروح لاسهل طريقة لتحويل ملفات PDF الى وورد. الطريقة جدا سهل، الناس ما تشوفون عندي ملف PDF، هذا هو الملف السيرة الذاتية. الناس ما تشوفون ابي احوله الى وورد. جدا الطريقة جدا سهل، افتح متصفح سواء كانت عندك من الجوال او من الكمبيوتر ما في فرق. افتح جيميل، تطبيق جيميل او موقع جيميل، الايميل الخاص بك في جيميل، جوجل، حساب جوجل. اوكي، هذا هو حسابي في جوجل. الحين اضغط على هذا الخيار، هذا الدوائر على شكل مربع، اضغط عليها هني، اختار ناس ما تشوفون هني عندك درايف، جوجل درايف، هذا الخيار اضغط عليها مباشره راح يفتح لك موقع في جوجل درايف. اوكي، الحين اضغط على هذا الزر، اضغط على تحميل ملف، ناس ما تشوفون تحميل ملف، اضغط عليها واختار الملف من جهازك من الكمبيوتر. انا حاط الملف PDF في سطح المكتب، الناس تشوفون اضغط عليه دبل كليك مباشره، انتظر لما يتم رفع الملف PDF مباشره. تم رفع الملف PDF، خلاص تم بنجاح، هذا هو الملف PDF. اوكي، الناس تشوفون تم تحويل، رفع الملف PDF في جوجل درايف. اضغط على كليك يمين واضغط على فتح باستخدام، ناس ما تشوفون فتح باستخدام مستند، ناس ما تشوفون مستند يعني هذا هو الوورد، اضغط عليها. اوكي، هذا هو تم فتح البي دي اف على شكل وورد. الحين تقدر تعدل على الوورد بطريقه جدا سهله، تضيف او تعدل على كيفك. ناس ما تشوفون هذا تم فتح الوورد، الحين كيف تحفظ هذا البي دي اف على شكل وورد في جهازك. الطريقة جدا سهل، بعد ما تجري التعديلات، او مش شرط انك تجري التعديلات، تقدر تحفظها مباشرة. اوكي، حتى تحفظ اضغط على هذا الملف، ناس ما يشوفون حتى تحفظ البي دي اف على شكل ملف وورد، اضغط على الملف، اضغط هني تنزيل، ناس ما يشوفون تنزيل هني، اختار مايكروسوفت وورد. ناس ما يشوفون عندك عدة تقدر تحفظها على تكست بي دي اف، تكست وغيره، انت اختار مايكروسوفت وورد، اضغط عليها خلاص. الحين الناس يشوفون تم التحميل، هذا هو، اضغط على ارض في المجلد. اوكي، تم التحميل الملف على شكل وورد، هذا هو، خلاص تم التحميل. الناس يشوفون هذا هو البي دي اف، تم تحويله على شكل ملف وورد، اضغط عليها مباشره راح بيفتح لك في برنامج وورد. وبس، هذا هو طريقه تحويل الملفات بي دي اف الى وورد. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. بس، مع السلامه.